مرحبا بكم أصدقائي مع تحليل أحداث مسلسل الأسيرة. وقبل أن أبدأ الفيديو فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك للفيديو. هناك رابط رائع بين صحراء وأرهون. قبلت صحراء أرهون وودعته، وفكرة عدم رؤية صحراء مرة أخرى ستكون حزينة لأرهون، فلقد اعتاد الأب وابنته على بعضهما البعض كثيرا، لأن صحراء شاهدت بعض البدايات في حياتها مع والدها الحقيقي، وأدى هذا إلى إنشاء رابط حقيقي بين أرهون وصحراء. وشاهدت صحراء مثالية الأب الحقيقي بأرهون العم، حتى أنها أعطته بونديش الدبدوب أغلى لعبة عليها كهدية الوداع. عفيفة سوف تندم على إحضارها يكتا إلى القصر بيدها، لأنه سيصبح من المستحيل على أرهون مقاومة المشاعر التي يشعر بها اتجاه هيرا وصحراء. وبالتأكيد لن يسمح أرهون ليكتا بالقيام بخطوة واحدة حتى لا يعرض حياة هيرا وصحراء للخطر، لمجرد أنه كذلك يشعر بالغيرة. وفي الواقع كذلك عفيفة ستعرض حياة أرهون للخطر من خلال جعل يكتا يأتي إلى القصر، لأن أرهون سيبدأ يشك أن يكتا يخفي شيئا بداخل الدبدوب واهتمامه به، فيكتا على الأغلب يخفي أشياء بتلك الذاكرة. كما قلت لكم من قبل، هناك تسجيل أو قد تكون تتعلق بتلك الأموال أو ما شابه التي حصل عليها من خلال أعمال التهريب الغير قانونية. فيكتا في الأصل تزوج هيرا حتى يبتعد عن الشبهات ولتمويه القانون أن لديه عائلة. ومثل ما قلت لكم لاحقا، هيرا سوف تكشف تصرفات يكتا على أنه لم يأتي من أجلها ولا من أجل صحراء، بل لمصلحته هو. ولاحقا كذلك أرهون سيكتشف هذا من خلال تصرفاته وكذلك معاملته السيئة لهيرا. نأتي إلى اتفاقية عفيفة وزيرين. عفيفة قالت لزيرين أن تنسى موضوع دفنة وأرهون، وهذا ما سيحدث الآن، لأن عفيفة تفكر في إبعاد هيرا عن القصر أولا، ولكن هيرا لن تبتعد عن القصر. وبما أن زيرين تعرفت على يكتا، قد تحاول التقرب إليه وعقد خطة معه، وهناك الكثير من الفانز يتداولون خطبة دفنة وأرهون. ولكن أنا صراحة لا أعتقد قد تكون هناك خطبة أو ما شابه بين أرهون ودفنة، وحتى وإن حدث هذا الشيء فلن يتم، وهذا ما أعتقد. فكما نعلم كل النساء اللواتي حبوا أرهون دمرهلي على مدار الجزء الأول والثاني لم يستطيعان التقرب إليه، ولم يكون زواج أو خطبة، بل على العكس كانت كل خططهم تبوء بالفشل وبتكون لمصلحة الأرهر. وهذه الصورة كما نشاهد نزلت يعني من حساب المسلسل بالأمس، ويبدو أنها حقيقية وليست حلم أو فلاش باك. وربما يحاول أدمن المسلسل إخبارنا بتلميحات أن العلاقة بين هيرا وأرهون قد تصلحت، لأن أرهون يرتدي الخاتم وهيرا تخفي يديها. وأتمنى فعلا أن تكون هذه الصورة حقيقية. كان هذا هو الفيديو، لا تبخلوا علي بلايك، وكذلك سوف ننتظر سير الأحداث.